دكتورة، أصبحنا فعلا كلنا شايلين هم المونديال لا يخلص، يعني احنا مشغولين فيه ومبسوطين فيه ومعبي وقتنا، وكلنا يعني رجالا ونساء، يعني هذا الغريب في الموضوع انه هي مشاركة عامة، كلنا شايلين هم آخر مباراة، يعني مش عايزينها تيجي، عايزين نكمل. يقول لك انه في اكتئاب ما بعد المونديال، مسمى صحيح هذا؟ إلى حد ما صحيح، ولكن هو بفطرة الإنسان دائما يميل إلى التفكير في الغد بشكل مقلق، بمعنى انتهاء المونديال فماذا سيشعر بعض الناس من اكتئاب. ولكن تحديدا هناك اكتئاب يسمى الاكتئاب التفاعلي المكتسب، ده أحد أنواع الاكتئاب اللي بيصاب به الإنسان بعد تجهيزات معينة أو بعد قضاء مدة تزيد عن 21 يوم، من 14 يوم ل 21 يوم، في فعل أو حاجة هو بيؤديها أو بيؤسس لها، يعني تتشابه مع التجهيز لحفلات العرس عند العروسين وأهل العروسين، تتشابه مع احتفالات الكريسماس، تتشابه مع شهر رمضان المعظم والتجهيز له، فهو أمر طارئ على حياة الإنسان غير ممتد، ولكنه الإنسان بيجهز له بشكل معين زي المونديال. فإحنا نجد أن الشباب أو المتابعين من سيدات أو رجال، إما البعض سافر فعلا لدولة قطر للمشاهدة على يعني بشكل مباشر للمباريات، وما تبع هذا طبعا من وكأنها عطلة، والبعض يذهب للأصدقاء، وما تبع أيضا المباريات الكرة القدم من الذهاب للمقاهي وعند الأصدقاء والاجتماعات وإقامة استوديوهات التحليلية بعد المباريات. كل هذه أمور سلوكية طارئة على الإنسان لا تمتد معه طول العام، ولكنها كسرت الرتابة لمدة تجاوزت 21 يوم. ففعلا يصاب البعض بنسبة كبيرة، يعني وليس نسبة بسيطة، تتخطى 65% من المتابعين الجيدين الاكتساب الاكتئاب يعني المكتسب التفاعلي المكتسب. طيب دكتور، يعني احنا نحس انه احنا في فتره الان يعني عندنا فعاليات، المونديال عامل لنا فعاليات، يعني يا اننا نجهز لمشاهده المباراه، او فين حنشوف المباراه، او مع مين نشوف، يعني او اذا في مباراه اليوم كل الانظار، او ننتظر هذا الوقت الساعه 7 الساعه 11 عشان بالزبط نبدا نشوف، يعني حاسين انه عندنا فعاليات كذا مختلفه. ما بعد المونديال هذا كيف احنا ممكن نلاقي الاثار تبدا، ايش الاثار اللي تبدا نلاحظها على نفسنا، وكيف ممكن احنا نتخطاها لو كانت هذه الاثار سلبيه ممكن تكون علينا؟ بتكون في اثار سلبيه، لان بينتج عن متابعه المباريات، وزي ما حضرتك تفضلتي والانتظار المباراه الساعه 7 هنشاهدها مع من، سنحلل الاجوال مع الجول مع من، يعني كل دي امور بتسبب نوع من الاثاره والمتعه لدى الانسان، فبالتالي بينشط عندي الفص الجبهي الامامي للمخ، والفص الجبهي الامامي للمخ هو المسؤول عن افراز هرمون الدوبامين، هو هرمون السعاده، فبالتالي عندما يتراجع ما يقوم به الانسان من متابعه للمباريات وتحليل وغير واجتماع مع العائله والاصدقاء بينخفض هذا الهرمون. قد لا يكون البعض منتبه لهذه النقطه، ولكن انا بحب اوضح ان انخفاض الهرمون فعلا بيسبب نوع من انواع الاكتئاب او مجموعه من المشاعر السلبيه اللي هي الياس، الكسل، الملل، فقدان الشغف، كلها امور تصيب الانسان، ولكن بتصيبه من مده زمنيه وفقا للابحاث من 14 الى 28 يوم. اذا تخطت ال 28 وصلت ل 45 يوم، هنا احنا بنتكلم على انسان هو كان طبيعته ميال للاكتئاب، وطبعا حصل اللي هو طفره هرمون الدوبامين اثناء مشاهده المباريات، ولما انخفض فحصلت له مشكله، لكن احنا بنتكلم هنا عن المشاهدين الطبيعيين. طبيعي ان يشعر الانسان باثار سلبيه نتيجه انخفاض الهرمون، لانه نتج عن الشغف او المتعه اللي قام بيها اللي بيشاهد المباريات من لقاء للأصدقاء وكل هذا. طيب هيحل هذه الأمور إزاي؟ بيحل هذه الأمور إنه بيشترك بنشاط آخر، بنشاط تاني، طبعا في ظل وجود الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي هو يستطيع إعادة مشاهدة المباريات، يستطيع أيضا أن يطالع، يعني بنقلب عليه المواجع كده يا دكتورة، كروية كتير أو مسابقات كروية كتير
إذا بيرجع يشوف المباريات بنقلب عليه المواجع، بنذكره بالذي قد مضى. لا ممكن نذكره بمواقف، وهنا اللي أنا بتكلم عليه الإنسان يعني يستطيع السيطرة على السلوك الجيد والمفرح والإيجابي والاحتفاظ به. إيه فائدة الذاكرة؟ ليه عندنا ذاكرة طويلة المدى وذاكرة قصيرة المدى؟ طويلة المدى هي الذاكرة التي نحتفظ بها وكل اللحظات الحلوة بحياتنا، لحظات اللطف مع الآخرين، لحظات المتعة والسعادة والمحبة التي تشاركنا بها مع الآخرين. لا نسميها يعني ذكرى سيئة أو أنه هو افتقد، ولكن يتذكر الشيء الجيد الإنسان. ويجب أن يتعامل الإنسان مع السلوكيات اليومية بحياته بشكل إيجابي. استمتعنا بمشاهدة المباريات ووجودنا مع الأصدقاء والأسرة والخروج والسفر أيضا لبعض الناس، ولكن يجب أن نظل مستمتعين ومتذكرين هذه الذكرى لطيفة وجيدة، وليست ذكرى أنها مرت وماذا سوف أفعل في حياتي. يجب أن يكون الإنسان ينظر بنظرة إيجابية. أيضا فكرة الاكتئاب ما بعد المباريات، هي ما بعد المونديال، هي فعلا موجودة، فبالتالي لازم يوجد لنفسه نشاط آخر يحافظ على نسبة إفراز الهرمون الدوبامين اللي حدث أثناء المباريات. أنه على الأقل يفضل يتواصل مع الأصدقاء، على الأقل يفضل يبحث عن نشاط جديد يقدر يقوم بيه، فبالتالي بيخف قليلا وطأة الاكتئاب ما بعد المونديال. أنا لاحظت كمان دكتورة، يعني حتى مؤخرا صرت أقرأها في أو أشوفها في السوشيال ميديا كثير، أنه الناس مثلا تعلق لما تكون تشوف مسلسل لفترة طويلة ويخلص المسلسل يقول لك الآن أنا إيش راح أعمل في حياتي. يعني فعلا التعلق بشيء مثلا يكون في فترة معينة من الزمن وبعدين يخلص إيه. طيب أنا كنت أشوفه كل يوم مثلا ساعتين مثلا أو أيا كان، في تعلق يصير في شيء معين وصعوبة التخطي. يعني أول يومين الواحد يحس نفسه ضايع لين يلاقي البديل خلاص. عايزة أقول لحضرتك، هو التعلق بالأشياء الغير ملموسة، يعني التعلق بمسلسل، التعلق بمباراة، هو في الأصل في أصل الإنسان الشخص المتعلق هذا، وده إحنا بنسميه التعلق السلبي. وحتى إن كان بعمل فني، هو في حياته لا يوجد ما يتعلق به، لا يوجد لديه حيوان أليف يتعلق به، أو لا يوجد لديه نشاط اجتماعي يتعلق به، نباتات، أسرة، يجب أن فبيتعلق بهذه الأمور. صحيح، يجب أن يخلق له شيء ما يعوض حياتنا بالعاطفة مع الأسرة ومع الأصدقاء. صحيح. يعطيك ألف عافية دكتورة، شكرا على كل هذه المعلومات. من القاهرة أستاذة الصحة النفسية وتعديل السلوك الدكتورة رحاب العواضي. بقية نهار سعيد دكتورة.